السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياتي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بالاثنين بالحمد قليب سطات، واللي ما عرفهاش كاينه في المملكة المغربية. نقص عليكم شوية واخا تلحقوا الثمن ونفرج الله. ديما نحن في المملكة المغربية الخيرة تنوريو الجالية المغربية والناس مولي المدن الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. أيلا ترجال بنات أولاد بتاريخ 11/2023 بدينا عند غراب ولامين هنايا. غراب ولامين داخل المدينة. مرحبا. شحال غراب اليوم؟ شحال لامين؟ كل شيء جرة واحدة. مية وأربعين تيقول لنا جرة واحدة. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. مرحبا بتوعنا في المكان. اشنو داير شي ثمن وحده ولا؟ لا ما داير شي ثمن كلشي بحال بحال. ها لا حصلتكم ليا المراه. اللفت ب 10 حيت اللفت غالي. اللفت ب 10 فعلا غالي شحال هذا هو غالي ما بغاش ينزل هذا اللفت دارته هو شانو قيمه هذا هو. ترجل 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 كيما قلتي. زيتون مرجان شحال قلتي ليا؟ كلشي واللي بغى بطاطا ايوا تنتمتي في سبق الضيع في السماعي تنتمتي في الواد سد على كرسي. ها هادي تا 4000 شحال خضره شحال بشفاعة بالطب 3600 اليوم تات ديرها 140 دير 140 صافي واخا الله يجيب لك التيسير. قلنا زعما دير 140 تي هاد العنب هذا 180 والليمون وهذاك التفاح اللي بان لي دايرها وكاك 140 كنا شنو الفريق باقي ما بعتيش ياك جارك تعرفيها سي هذا راه فيه المعقول هذا اياك هذا راه فيه المعقول على حسابك على حسابي هذا راه طيحنا الفلوس وردهم لينا هذا الراجل هذا مرتين شات ردهم والله الا راه 75000 هذا العفريت اخوه قسير راه اخوه قسير صالح صالح كنا ناكي شيبا واخا وهذا الربيع شنو عندك هنا؟ الكرافس في المعدنوس في كل شيء القزبر والكرافس والمعدنوس شحال داير؟ جوج ب30 وهذاك الخرشب هذاك 120 ايوا شتي ها انت ناقصتي تبقى في درهم ولتحت درهم انت علاش ناقصتي؟ لا غالي الخضره هو تابع الخضره هو تابع الخضره مرحبا هو تابع الخضره هو وهذا الشيء ما تابعش الخضره لا هذا الشيء هذا خضره فوق طعام خضره فوق اللي ما بغاش الله يعاون واخا مرحبا الله يجيب التيسير وشحال هذا الشيء تدفيه 140 كل شيء واللي بغى خيسو وحده ماشي 100 وهذيك الماطيشة اللي بغاها وحده 160 تاتا خدار ها ماطيشة غالية غادا تنزل إن شاء الله نتمنى وتنزل يوجد الماء وتنزل إن شاء الله قلت لي كي هاد البطاطا بشحال هاد البطاطا اللي بغاها بحال كي هادي كي هادي شحال هذا ما مشيتي معنا عبد الرحيم الوقت ما جابتك الكاميرا ما شداتك شو صار ياك تبي خير ياك تلبس ناشط رويتو شويه بالماء الحمد لله الرمان شحال والعنب العنب 260 وهاد الليمون اش داير الليمون 160 هاجا الليمون مليح هذا تاخذ مالك ما عجبكش راه ولاد عدد هو رقم واحد
وهاد التفاح مر وبيض الرمان شحال هاد حمراء والبنان وكلبتينا وقفتيني لا تصابوا اهلا البنات شحال عبد الرحيم خويا البنات هاد الخيرات كما تشوفوا معنا في الاثنين بن احمد قريب الصطاد تنوريو لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان مرحبا وشحال عليكم باطي شاهدك 100 واخويا مصطفى عرفته عرفت مصطفى ايه وشحال هاد الشيء بطاطا 140 كي هادي كي هادي وتماك حداك شحال بطيشه 140 حتى الخيرات في السوق الاسبوعي في الاثنين بن احمد 140 هنايا وهنا 140 و120 ولي بغى مطيشه وحده شحال 3400 مطيشه 3400 وبطاطا ما كنتيش لقى ثمنها اليوم 7 درهم المياه دير 5 درهم تيقول لنا هنايا في 2 بن احمد ياك تبزاف بعتي الناس ما طيش المياه تيقول لك السوق هذا تبقى رشيد صاحبنا هنا يا رشيد صاحبنا درافات وراجل ما عندي ما نقول راجل طموح تبارك الله على السي رشيد تبارك الله ما عندي ما نقول شحال الخيرات اليوم وديرها 200 بلا 40 كاينه كاع اللي قلتيها كاينه الحمد لله الخير موجود عندك اخويا عندك وهاد الليمون شحال داير هاد الليمون ليمون 140 والرمان قلت لك اخويا رشيد شحال ليمون ليمون 140 بارك عليك ما عندي ما نسالك والمليح والرمان الرمان 6 درهم والمليح هذاك الشيء ما نهضروش عليه ولا مش على المليح تبارك الله وهذاك العنب شحال داير مراكش هو مراكش واخا مرحبا سي رشيد الله يجيب التيسير سي رشيد هانا هذا من المشاهدين تاعنا مرحبا بسيدي مرحبا تاخذ زيتوني زيتوني راه صاحبي اي نبقى فيهم راه كاين لبطاح لبطاح عندو اللحية اي لبس اللحية كحلة جاوبو مرا وداو غادي سيدي عليك الرمان وداو غادي الليمون اها خليهم ياكلوا تاعهم ما عندي برد قلت ساعتها واش واش قلت وشحال هذاك العنب سي احمد اليوم؟ العنب هذاك سيدي كنقولوا 12 درهم ان شاء الله نكملوا فيه الله منين هذا ب 12 درهم؟ العنب كنقولوا مكناس مكناس وهذا الرمان شنو؟ الرمان ولا ذات عمده وعلاش الرمان بيني وبينك شاحف؟ ايوا ذاك الشيء تاع الحاكم كبير تاع الحاكم كبير وهذا الليمون والتفاح شحال داير؟ التفاح كنقولوا 9 درهم الليمون 7 درهم صافي قد قد واخا تبارك الله على السي احمد كي داير عيوش ياك بخير وشيت عندك الزيتونة عيوش وشحال هاد الزيتونة عيوش 280 تتبيعوا فيه 300 وقلت لي 280 أنا غير تنصور أسي وهذاك الليمون شحال بعتيه؟ هذاك الليمون كان فيه 140 الليمون منين هذا؟ منين؟ شنو؟ الليمون الليمون أخويا هذه منين؟ تاع منين من هذا؟